هل يجوز للفقير أن يسأل الله عز وجل ويتوسط إليه بالأنبياء والصالحين بأن يشفعوا عنده عز وجل لكي يرزقهم؟ وما حكم السؤال بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين؟ الدعاء عبادة، أعظم أنواع العبادة الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوني بجاه أحد أو توسلوا إلي بجاه أحد، وإنما قال ادعوني. فلماذا أنت تغير العبادة، تدخل شيء ليس منها، ولا أمرك الله به ولا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ توجه إلى الله بالدعاء مباشرة بدون أنك تجعل وسائط أو جاه أو ما أشبه ذلك. نعم.